راديو نيل. من داخل دار الأوبرا المصرية تتوالى فعاليات اليوم التاسع لمهرجان الموسيقى العربية. النهاردة معانا النجمة صابرين النجيلي. أهلا بيكي معانا منورة نغم أف أم 105.3. أهلا بيكم منورين. أبدعتي طبعا على مسرح دار الأوبرا المصرية كالعادة، يعني احنا متعودين منك دايما لأن أنت تعتبري ابنة دار الأوبرا المصرية والمهرجان. قوليلي بقى الدورة 31، هل في شايفة إيه الاختلاف السنة دي عن أي دورة أنت بتكوني متواجدة فيها؟ هو بصراحة المهرجان دايما في تطور، يعني هتيجي السنة الجاية هتلاقي أحسن وأحسن، كل سنة بيكون أحسن من اللي قبلها وبيحصل تطور. وكمان في اختيارات الأغاني السنة دي عملنا حاجة حلوة قوي، إن احنا بنعمل تذكير للناس على بعض المطربين اللي محدش بيغني لهم. أنا مثلا غنيت لنجاح سلام، مطربة تقيلة جدا، وكان ليها سواء من الأغاني المصرية أو الأغاني اللبنانية رصيد كبير، فأنا النهاردة غنت لها من الأغاني اللبنانية ومن الأغاني المصرية الحاجات اللي معروفة لها. يعني بصي، بما أنك بقى فنانة شابة، يعني بنقول قدوة لكل الشباب اللي موجودين، في ألوان جديدة من الغناء، ألوان جديدة من الموسيقى، السوق بقى مختلف شوية طبعا نتيجة التطور اللي احنا بنعيشه، فجميل أن يكون في شابة جميلة وصوتها حلو دايما بتحافظ على القديم، في نفس الوقت برضو أكيد لازم نواكب التطور. فأنتي قوليلي بقى بتقدري تعملي المعادلة دي إزاي؟ والله هو احنا فعلا التطور زايد قوي قوي يعني، بس وسريع قوي قوي، وابتدى يعني ابتدينا نخف بقت ما الاغاني مالهاش وزن اصلا. ولكن يعني خلينا عشان ما نظلمش باقي صانعين الغنى، في ناس كتير لسه بتعمل اغاني حلوه ومطربين تقال زي انغام زي اصاله، ففي ناس لسه عندنا يعني بخير لسه الغنى. فانا يعني بحاول اواكب الدنيا شويه وبشكل يرضيني بشكل كبير. يعني حصريا على الهواء مباشرة، حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 31 من مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر ل 3 نوفمبر على نغم FM.